الأكارم، أهلا بكم إلى الموعد الاقتصادي الأول. إذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خاصة ما تعلق بمادة الحديد شعار اتخذت منه المؤسسات الوطنية المختصة في هذا المجال طريقة للتعريف بالمنتوج المحلي والرقي به في الأسواق الوطنية والدولية. فوزية مصعدي وأحمد مطاف والتفاصيل. تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خاصة ما تعلق بمادة الحديد والصلب هدف حملته على عاتقها المؤسسات الوطنية من خلال تكثيف جهودها لإنتاج حديد 100% جزائري رغم كل العوائق. والعوائق اللي تشدنا بنزيدوا في المنتوج اليد العاملة ناقصة عندنا بالجزائر. احنا ماذا بينا تكون يد عامله بنزيدوا في المنتوج وزيدوا نوسعوا شركه ان شاء الله، مي مالوغوزمون ما كاش يد عامله. عزم المؤسسات الوطنيه المختصه في هذا المجال جسدته ارقام الجمارك الاخيره المشيره الى تراجع واردات الحديد الى 53 مليون دولار، ما جعل من عمليه التصدير هدفهم المستقبلي. كبرودوي دو 100% الجزائريان عندنا la pointe, le fil d'attache. On est aussi branché dans le domaine d'agriculture qui est le fil de bottelage. On envisage, inchallah, à l'avenir de passer à l'exportation si c'est une possibilité. جهود ورغبة المؤسسات الوطنية للرقي بإنتاج حديد جزائري معادلة ليست بالمستحيلة حسب رأي الخبراء. الجزائر لديها في التاريخها في القاعدة الصناعية نتاعها لديها ألف باء صناعة الحديد، لأن عندها معمل حجار من المعامل الأولى إفريقيا، إطلاق مدينة صناعية على مستوى الجنوب تحتوي الصناعات اللي فيها بوتنسيال، يعني فيها قوة تنافسية. بعد تمكني من تقليص فاتورة الاستيراد، لما لا التوجه نحو التصدير؟ خصوصا وأن الجزائر تملك أكبر احتياطات العربية من الحديد والصلب. استطاع مشروع مصنع إنتاج قطع الألمنيوم بعين الضفلة في وقت وجيز من تحقيق نسب لا بأس بها في تغطيته للسوق المحلية خاصة بيد عاملة جزائرية. رشيد مشورب وحامد عوادي في هذا التقرير. بولاية عين الضفلة وبالضبط بمنطقة النشاطات بالعطاف والتي كانت الأرضية المناسبة لانطلاق مشروع مصنع إنتاج القطع والمجنبات بالألمنيوم، مصنع استطاع صاحبه أن يشغل العديد من الشباب البطال. التحقنا ببلان، عرفنا بلي كاين مؤسسة تحتاج عمال راح تبدا جديدة. التحقنا ببلان وهم بعثونا لهنايا. خلنا الحمد لله. حديث جدا ويكون على المستوى، يعني طموحات تاع المؤسسة وطموحات تاع السلطات العمومية تاعنا. هنا الفكر تاعنا هو تشجيع إنتاج محلي وأن نخلصوا من الاستيراد الألمنيوم، نخلصوا منه. المصنع فتي نشأ إلا أنه في فترة وجيزة استطاع منافسة علامات أجنبية بالسوق المحلية، حيث تصل نسبة تغطية السوق المحلية من 25 إلى 30%. On est arrivé à augmenter la production et en même temps le nombre d'ouvriers. On a commencé avec une trentaine d'ouvriers, maintenant on est à 70. On a débuté le travail avec le travail normal, mais maintenant on est en 2x8. Inch'Allah, بعد l'extension, رحنا وصلوا حتى يعني رحنا نفوتوا على عدة مراحل. توفير مناصب شغل وتشغيل عدد أكبر من العمال هو المنتظر، خاصة أن صاحب المشروع يأمل في توسيع العقار لمضاعفة الإنتاج وتغطية السوق المحلية. ميز الركود أول سوق أسبوعي للمركبات بعد الإفراج عن رخص الاستيراد، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني المسجل في أسعار مختلف السيارات. تفاصيل أكثر في سياق تقرير طارق دريتي. الناس خايفه تشري، خايفه تشري والسوق يهبط، خايف كيفاش؟ خايفين الناس تشري والسوق يهبط، سورتو كي يسمعوا هذه تعطلقوا لهم كذا، خايفين يشريوا. ما ايش تبيع ما تشري، يسخسوا قدام لنا مازال ما ساوموش، عطوه هكذا ما كان لا بيع لا شراء. ما كانش ماشي حاجه قليله، لا ماشي شو على بغا، ايش على بغا كما نقولوا الانسان يعرفوا كونفيونس، يعرفوا نقولوا الثقه والامور هذه يشو. هو حال سوق السيارات المستعمله اليوم في الجزائر. بعد أيام من إعلان كوطة المستوردين والتي سمحت بإدخال ما يقارب 83 ألف سيارة عقب توقف دام أكثر من سنة، هنا بسوق السيارات المستعملة بالحراش توجهنا لهؤلاء الباعة لمعرفة أسعار سياراتهم. لحد الآن السوق ميت وما كاش ماهوش ماشي،
لا ما كانش، ما زال لحد الان ما زال ما سومونش. زعما اللي يجي يقول لك شحال عطاوك هذا ما كان. ما كانش لي يساوم. السلام عليكم، شحال عطاوك؟ لا مرحبا الله، 35 يا اخو. ما زالت بعيده ولا؟ ما راهيش بعيده يا خويا. حسن احد الزبائن الذين قدموا لهذا السوق بهدف اقتناء سياره. بعد عدة جولات فضل عدم المغامرة بشراء مركبة خوفا من تراجع أسعارها. مش نشوف فيهم راهي الحالة تكوي وخلاص، واش نقول لك؟ الناس راهي تبيع وتشري نورمال ولا؟ لا كاش اللي يشري، سي فريمون كاين اللي كاين اللي يشري، كأنك تعرف. كاين اللي يستنى، كاين يستنى لي كونسيسيون. مازال عم يساوموا بصح ما كاش، كاين واحد شفت دو تروا فواتور اللي تباعوا بصح مازال. ركود يعتبره الكثير من العارفين بخبايا هذا السوق أحد الأسباب التي ستؤدي لانخفاض أسعار السيارات المستعملة قريبا. سيتم قريبا إجراء دراسة جدوى لتطبيق النموذج الاقتصادي الفلاحي لأميليا إسبانيا بالجزائر، حسب ما أكده أمس الجمعة رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائرية الإسباني عبد الله جمال الدين على أو خلال الزيارة التي دامت يومين لوفد جزائري لهذه المقاطعة الإسبانية. وقد توجت هذه الزيارة حسب ذات المتحدث بالاتفاق على مشروعين تجاريين بين مؤسستين جزائريتين من القطاع الخاص وإسبانيا في انتظار تجسيد مشاريع أخرى. ويتعلق المشروع الأول بتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو إسبانيا، والثاني حول زراعة الطحالب الموجهة للتغذية.